اليوم كان المحكمة تستمع إلنا أنا وأم الشهيد لأول مرة منذ سنة ونص، والمحكمة مفعلة لأول مرة بيستمعوا إلنا عن إيش لازم يكون. فبديت أنا أول إشي طلبت من المحكمة، قلت لهم إنه لو كان إنه هديتوا بيوتهم وقررتوا وحكمتهم مؤبدات من أول شهر أو شهرين كان ما انحرقت على الدوابشة، كان أنتم منعتوا حرق على الدوابشة، لكن للأسف الشديد أنتم مرنين في الحكم مع الإسرائيليين.